وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وذريتنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. كنا بدأنا في شرائط الصلاة قبل الدخول فيها، يسموها شروط صحة الصلاة. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، ده أول شرط، وتكلمنا على نصفه، طهارة الأعضاء من الحدث أولا، ووقفنا على طهارة النجس. والنجس معروف، احنا كنا تكلمنا على النجاسات أصلا، عملنا فيها عدة دروس، إيه هي النجاسات وتعريفها. والنجاسة هي كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، تعرفها كده، لأن النجاسة لها معنى لغوي وهو المستقذر مطلقا. كل حاجة مستقذرة لغة يسموها نجاسة، العرب كده قبل الإسلام حتى. لما جاء الإسلام اختار من المستقذرات بعضها وجعلها نجسة تمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، واستثنى بعض المستقذرات جعلها طاهرة بالرغم أنها مستقذرة، كالعرق. العرق مستقذر لكنه لا يمنع من صحة الصلاة لأنه ليس بنجس. الريق مستقذر لكنه لا يمنع من صحة الصلاة لأنه ليس بنجاسة شرعية، وإن كان هو نجاسة لغوية بالمعنى اللغوي. عشان كده تعريف النجاسة هي كل مستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، يعني ما يكونش في رخصة كأن يكون هناك نجاسة معفو عنها، لأن احنا نتكلم على النجاسات المعفوات تكلمنا عنها سابقا، ويمكن نجيب سيرتها سريعا. فبيتكلم هنا بيقول: وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه، يبقى دليل ان في نجاسات يعفى عنه، نفهم على طول ان في نجاسة يعفى عنه، الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان. وسيذكر المصنف هذا الأخير قريبا، اللي هو إيه؟ نجاسة المكان ونجاسة الثوب. والثاني تاني شرط، يبقى الأول طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، دي أول شرط. تاني شرط ستر العورة، اللي هو ستر لون العورة عند القدرة، ولو كان الشخص خاليا في ظلمة، يعني لو هتصلي لوحدك في ظلمة برضو تستر عورتك وانت بتصلي، ولو كان الشخص خاليا في ظلمة، فإن عجز عن سترها صلى عاريا. وهيقول لك وجوه العجز، امتى يعجز الإنسان عن ستر عورته؟ ففي الحالة دي يصلي عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود، خلافا للأحناف. قال لك الأحناف في الصورة دي انه هيصلي عاريا لكن ما يركعش ولا يسجد، يومئ كده علشان في الركوع والسجود ايه ظهور العورة افحش. لكن الشافعية عندهم خلاص
لأن الميسور لا يسقط بالمعصور. هنا إلا المعصور إيه؟ العسير إيه؟ هو ستر العورة. لكن ميسر له أن يسجد ويركع. فالميسور لا يسجد بالمعصور، عندنا قاعدة كده. واخد بالك؟ لأن الرسول قال: فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم. فهمت المسألة؟ عشان كده الشافعية خالفوا الأحناف في هذه السورة، وقالوا: لو صلى عاريا بسبب عدم قدرتي على ستر عورتي، وهنجيب الصور اللي هي فيها دي، يبقى في الحالة دي هيصلي صلاة كاملة ولا يومئ بالركوع والسجود، يعني يركع ويسجد عادي، بل يتمهما ولا إعادة عليه، ويكون ستر العورة بلباس طاهر. ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس وفي الخلوة. دي زيادات هنبقى إيه لن نتطرق إليها في هذا الدرس. درس النهاردة على فكرة درس فيه تفاصيل كثيرة، وعايزين نصحصح ونشوف أهمية هذا الدرس، لأن الدرس ده الإنسان ممكن يتعرض لمواقف كثيرة ما يبقاش عارف يصلي إزاي. لو ما كانش عارف هذه التفاصيل هيلاقي نفسه يترك الصلاة في حين أنه كان ممكن يصلي. فيبقى لازم الواحد ياخد باله من هذه التفاصيل. يقول في الشرح في الحاشية: وطهارة النجس أي طهارة من النجس. فالإضافة على معنى من، هو قالك طهارة النجس، النجس ده مضاف إليه، الإضافة هنا بمعنى من، يعني طهارة من النجس. ولو قال ومن النجس لكان أولى، لأنه قالك طهارة الأعضاء من الحدث، كان يقول والنجس وخلاص، كان يقول لك لكان أولى، لكان أولى، لأن قول المصنف والنجس عطف على قوله من الحدث، فيكون المعنى وطهارة الأعضاء من النجس، فكلامه في طهارة البدن، لأن كلام الإيه؟ الشارح هنا في البدن، بدليل إن هو قال لك وستر العورة بلباس طاهر، فما تكلمش على الثوب، وهيقول لك والوقوف على مكان طاهر، فما تكلمش على المكان، يبقى كل كلامه هنا على البدن، فكان الأولى إن هو يقول إيه؟ وطهارة الأعضاء من الحدث والنجس. خدت بالك؟ ده الاول عشان ما يبقاش في تكرار، لان هو هيتكلم بعد كده على طهاره الثوب، فمحتاجش مش محتاج اقول ثوب دلوقتي، وهيتكلم على طهاره المكان، فمش محتاج اقول انها طهاره المكان الان ايضا، لان كل كلامنا دلوقتي على البدن. فيكون المعنى وطهاره الاعضاء من النجس، فكلامه في طهاره البدن. فتقدير الشارح لفظ طهاره في قوله وطهاره النجس ليتأتى له التعميم بقوله في ثوب أو بدن أو مكان خلاف المراد. الشارح قال وطهارة، قدر كلمة وطهارة، مع إن المصنف اللي هو القاضي شجاع قال طهارة الأعضاء من إيه؟ من الحدث والنجس، راح حطت لك و بين قوسين اللي هو كلام المتن، وحط لك طهارة، فبيعترض عليه هنا المحشي الشيخ ابراهيم البيجوري، معترض على الايه، على ابن قاسم الغزي. قال لك ليه انت قدرت هنا كلمه وطهاره؟ لان هو بيتكلم البدن، هو قال الاعضاء يبقى بيتكلم على الاعضاء، ليه تقول وطهاره النجس وبعدين الذي لا يعفى عنه كمان في الشرح في ثوب وبدن ومكان، في حين ان هو هيتكلم على الثوب والبدن والمكان بعد كده. فكانت التقديرات اللي قالها الشارح دي كلها زياده فيها تكرار، عشان كده هو بيعترض عليه الشيخ إبراهيم البيجوري. فتقدير الشارح لفظ طهارة في قوله وطهارة النجس ليتأتى له التعميم بقوله في ثوب أو بدن أو مكان خلاف المراد، خلاف مراد المصنف يعني. فهمت المسألة بقى؟ مع أنه موقع في التكرار، خلاف المراد وكمان يوقعك في التكرار، لأن المصنف بعد كده يتكلم على المكان وعلى الثوب، فأنت وقعت نفسك في تكرار، وأنت دلوقتي بتتكلم في مختصر، والمختصر التكرار يعاب في المختصر، لأن المختصر المفروض ما يبقاش فيه تكرار. مع أنه موقع في التكرار بالنسبة للثوب والمكان، فإن طهارة الثوب مستفادة من قوله وستر العورة بلباس طاهر، وإن كان ذلك لا يفيد اشتراط طهارة ما زاد على ستر العورة. خد بالك برضو، حتى أما قال وستر العورة بلباس طاهر، طب أنا دلوقتي العورة بتاعتي من الركبة للسرة، وأنا ساعات بلبس ثوب يستر صدري، يستر الظهر، يستر الذراع، هل معنى كده ان الثوب اللي بيستر غير العوره ممكن يبقى عليه نجاسه؟ فكلامه برضه موهم. شفت كلام الفقهاء دقيق ازاي؟ اما يقول لي ستر العوره بلباس طاهر، يعني ما زاد عن العوره ممكن يبقى فيه نجاسه، افهم كده؟ مش كده برضه؟ وعلى شكل يقول لك لا، المفروض ما كانش يقول كده.
خدت بالك كلام الشيخ؟ بيعلمك الدقة في التعبير ودقة الفهم، علشان بعد كده تقدر انك انت كمان لما تشتبه عليك الامور يبقى عندك دقة في التمييز بين الامور اللي شايفها غيرك متشابهة انت تلاقيها مختلفة، ليه؟ عندك دقة تمييز. دي ميزة القراءة في الكتب الكبيرة، بتطلع فقيه يعرف يفهم. لما يبقى واحد ما قراش في الكتب دي عنده كله زي بعض، وحتى الوقت طلع مثال يقول لك كله عند العرب صابوه، مش كده؟ قال يعني ما بيميزش يعني، في حين ان العرب هو اول من علموا الناس التمييز الدقيق. لكن هو عرب بتاع الزمن ده، بتاعنا الزمن بتاعنا، اللي هو ما بقوش يتعودوا انهم يقرأوا ايه بدقة. وإن كان ذلك لا يفيد اشتراط طهارة ما زاد على ساتر العورة وطهارة المكان من قوله، واتكلم على طهارة المكان من قوله والوقوف على مكان طاهر المشار إليه بقوله، وسيذكر المصنف هذا الأخير قريبا. ولو صلى بنجس لم يعلمه، هيدي لك بقى الصور دي، خد بالك لأنها كلها أسئلة بتدور في ذهنك. يجي واحد يروح يسأل الشيخ، أنا دلوقتي صليت وكان ثوبي فيه نجاسة أنا ما كنتش أعرفها يا عم الشيخ، أعيد الصلاة ولا ما أعيدهاش؟ ده سؤال بيتسأل كل شوية. هيقول لك كل الصور دي عرفت وانا جوه الصلاة، عرفت بعد ما انتهيت من الصلاة، عرفت في اثناء الصلاة، لقيت الامام ثوبه فيه نجاسة وانا بصلي وهو مش واخد باله، انبهه جوه الصلاة، اترك الصلاة خلفه، اعمل ايه؟ كل دي تصرفات لازم كل مسلم يبقى عارف، لانها ممكن تتعرض لها في كل لحظة. لكن لا تجد مثل هذه الصور في الكتب المختصرة، تجد الصور دي كلها في الكتب الكبيرة اللي احنا الحمد لله ربنا يسر لنا امورنا وبقينا نقرأ فيها. حتى في الأزهر لا يدرسونها، حتى في الأزهر الآن لا يدرسونها. فخد بالك من الحاجات دي وعد عليها بالنواجذ، لأن هذا الأمر عزيز في هذا الزمان. ولو صلى، ركز بقى بكل كلمة، ولو صلى بنجس لم يعلمه أو علمه ونسي، أدي صورتين أهو ويشبهوا بعض في الحكم. نجاسة في الثوب لا يعلمها، أو كان عارف إن ثوبه فيه نجاسة وقال لما أروح البيت هبقى أغير قبل ما أصلي، فروح البيت نسي فراح صلى، يبقى كان علمه ونسيه، دي صورة تانية برضه. فهمت إزاي؟ كل دي ممكن الإنسان يتعرض ليها. أو علمه ونسي ثم صلى وتذكر، صلى في الصورتين دول وخلص صلاته وبعدين تذكر، يا اما تذكر اللي نسيه او علم اللي جاهله. فهمت ازاي؟ يبقى عليه الاعاده، عليه اعاده الصلاه. ادي حلها، ادي المساله هنا. يجي يسالك الشيخ، لو صليت بثوب فيه نجاسه لا تعلمها او علمتها ونسيت ثم تذكرتها بعد اداء الصلاه او علمتها بعد ادائها، ماذا عليك ايها المسلم؟ تقول علي الاعاده. ادي اجابتك، علي الاعاده، ولو فات الوقت، ولو فات الوقت. واضح؟ وجبت الإعادة. لو كان إماما وصلى بالناس وجب عليه الإعادة ولا يجب عليه إخبار الناس. واضح؟ سهل. لو كانوا لسه قاعدين يقول لهم قوموا عيدوا الصلاة، لكن هو انصرف وتذكر في بيته، هيجيبهم منين دول ويعرفهم منين أصلا؟ ولا عندهم حتى نمرة المحمول بتاعتهم، ما عندوش أي وسيلة للاتصال به، فتنصرف صلاتهم على الصحة وعليه أن يعيد هو الصلاة، ولا إثم عليه لأنه كان لا يعلم ونسي، مش كده برضه؟ كان لا يعلم الأول فجاهل الشيء، لا إثم عليه، والنسيان رفع القلم عن الناس، ففي الحالتين لا إثم عليه. سهلة. وجبت الإعادة لكل صلاة تيقن فعلها معه، يبقى يعيد الصلوات اللي تيقن إن صلاها بالحالة دي. طب افرض هو شاكك، يا ترى النجاسه دي اصابت ثوبي بعد ما كنت صليت الظهر ومشيت وخرجت بره الجامع، ولا كانت اصابتني قبل ما ادخل الجامع؟ ما انا مش فاكر، يبقى انا مش متيقن، لا يجب علي الاعاده. طالما مش متيقن في الصوره دي بقى سهله، سهله، لان اليقين لا يزول بالشك. القاعده كده، القاعده عندنا اليقين لا يزول بالشك. واضح؟ دي من اصول مذهب الشافعيه. اصول الشافعيه مذهبهم قام على 5 قواعد، منها اليقين لا يزول بالشك، ومنها الضرر يزال، ومنها الأمور بمقاصدها، ومنها العادة محكمة، ومنها الميسور لا يسقط بالمعسور. أدي 5 قواعد قايمة عليها مذهب الشافعي في كل الفروع بقى. سهلة.
وجبت الإعادة لكل صلاة تيقن فعلها معه، يعني مع الثوب اللي فيه النجاسة دي، بخلاف ما محت... أو مع البدن اللي فيه هذه النجاسة، بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها. ولو رأينا نجسا في ثوب، في ثوب من يصلي، طب أنا لقيت نجاسة في ثوب من يصلي، سواء اللي بيصلي ده كان إمام بيا أو بيصلي وأنا قاعد في الجامع شايفه، علي أنبهه ولا ما أنبهوش؟ يعني دي مسألة بقى تانية، دي صورة تانية بقى. ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو على أو على أو مكانه أو في المكان اللي بيصلي فيه، لم يعلمه المصلي نفسه، يعني المصلي بيصلي ومستمر في صلاته ما يعرفش، وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه. إحنا عارفين إن الجدع اللي بيصلي ده مذهبه حنفي، وأنا شايف نجاسة أقل من قدر الدرهم البغلي، فهي لا تبطل صلاته على مذهبه، لكن تبطل صلاته على مذهب أنا شافعي، وأنا عارف إن الجدع ده حنفي، ماليش دعوة بيه، أسيبه. واضح؟ إمام مش إمام مالكش دعوة، لأن إذا صحت صلاته لنفسه تصح لغيره. بس سهل. ما تعرفش مذهبه، يبقى تقول خلاص تقول. وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه وإن لم يكن عليه إثم، لأن الأمر لأن ليس عليه إثم. ليه؟ لأنه بيصلي ولا يعلم، فهو حتى لو استمر في صلاته لا إثم عليه، لعدم علمه أو لنسيانه، ففي الحالتين هو لا إثم عليه، لكن وجب عليه إعلامه. فهمت ازاي؟ بالرغم انه لا اثم عليه، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على الاثم. الا ترى ان لو راينا صبيا يزني بصبيه، طب ما هو الصبي غير مكلف والصبيه دي غير مكلفه، يبقى زناهم ده مش حرام، لا اثم فيه، لكنه قبيح تمنعهم بالرغم ان لا اثم. يبقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش متوقف على الاثم. فهمت ازاي؟ لو رأينا واحد مجنون بيذنب واحدة مجنونة، الاثنين غير مكلفين أو بيعكوا غير مكلفين، يبقى وجب برضو منعهم. واضح؟ بالرغم إن لا إثم عليهم. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على الإثم، هو يتوقف على إن ده منكر في الشرع ولا مش منكر. فهمت إزاي؟ دي العبرة. فهمت بقى المسألة؟ دي نقطة هامة الواحد ياخد باله منها، لأن دي تفصيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تغيب على كثير من الناس. هيجي بقى السؤال ده، يجي في ستر العورة، خليك مرتب، نتكلم دلوقتي في النجاسة. كويس؟ يبقى وجب علينا إعلامه. بيقول لك هنا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على الإثم. ألا ترى، بيديك مثال لحاجة ما فيهاش إثم لكن برضو تنهى فيه. ألا ترى أن لو رأينا صبيا يزني بصبية، مكان صبي ممكن تحط مجنون برضو، لأن المجنون لا إثم عليه مش مكلف. كما أن لو رأينا، ألا ترى أن لو رأينا صبيا يزني بصبية وجب علينا منعهما وإن لم يكن عليهما إثم، إزالة للمنكر صورة، ولا تصح صلاة قابض بيده طرف حبل متصل بنجس. دي مهمة. أنا أجي أصلي وماسك حبل في إيدي والحبل ده متصل بنجاسة، طب وأنا ليه أعمل كده؟ بتحصل، رابط الحمارة بتاعته خايف تمشي وعايز يصلي، فماسك الحبل بتاع الحمارة واقف يصلي. الحمارة دي هل شايلة نجاسة ولا مش شايلة نجاسة؟ الحمارة في حد ذاتها كده كجسم طاهر، لكن افرض هو مش شايلها سباخ زي في الارياف، مش كده برضو؟ او ممكن تكون مثلا كانت تبرزت وفي براز على بدنها على شعرها، مش كده برضو؟ يبقى نجسة. يبقى انا شايل ماسك حبل متصل بنجاسة. ادي صور اهي. استطول، هو المشايخ بيجيبوا لنا الصور دي ليه يا الله؟ ما لانه واقع في الحياة. واحد عنده كلب صيد وربط بحبل وماسك الحبل عشان الكلب ما بيبعدش عنه على ما يصلي، والكلب نجس كله على بعضه كده نجس. فهمت ازاي؟ نقول له كده صلاتك باطل،
مسكوا العيل غيرك جنبك لحد ما نصلي، او حط وتد في الارض واربط الحبل فيه وصلي بعيد عنه، لكن ما تمسكش حبل متصل بنجاسة وتصلي، لانك كأنك حامل نجاسة. فهمت بقى المسألة؟ لان لا يجوز الصلاة بحمل النجاسة. والصورة دي كمان تلاقيها في العصر بتاعنا في حاجة ما ذكرهاش الفقهاء بتوعنا بتوع زمان، لكن المهمة في عصرنا. واحد معاه منديل، كل الناس شايلة المناديل بتاعتها في جيبها، يجي ينف ويتف فيه، فهو بينف دم او بيتف دم والدم نجس، ويروح شايل المنديل، يبقى منديل فيه نجاسة. لو صلى وهو حامل المنديل ده بطلت صلاته لانه حامل نجاسة. فهمت بقى المسألة؟ اي الصورة دي مش قايلها الفقهاء، لانه ما كانش على ايامهم منديل يشيلوه، دلوقتي الناس بيشيلوها. السجاير اذا كان، ودي نسأل الناس اللي بيصنعوا السجاير، لان احنا سمعنا اشاعة قد تكون حقيقة لكن احنا ما تحققناش منها، ان الطنباك ده بينقعوه في مواد متخمرة زي الخمور يعني عشان تديله نكهة، عشان كده تلاقي الدانهل ليها نكهة غير المارلبورو غير الكليوباترا، وكليوباترا دي حكايتها حكاية ومعروفة، كتبوها في شعر وفي رواية، مش كده برضه؟ فيعني كل السجاير دي كلها محطوطة في حاجات متخمرة يعني خمور، التبغ بتاعها الأول عشان إيه؟ ياخد النكهة. فإذا ثبت ذلك والخمر نجسة، تبقى التنباك اللي جوه السيجارة نجس، يبقى حمل علبة السجاير في أثناء الصلاة يبطلها. فهمت بقى المسألة؟ لأنك حامل نجاسة، يبقى إن كان ولا بد مدخنا كنت، يبقى ما تخشش تصلي وانت شايل السجاير في جيبك لحد ما تتيقن من طهارتها. واضح الكلام؟ ما احنا قلنا في المعفوات بقى هتيجي كمان شوية. ولا تصح صلاة قابض بيده طرف حبل متصل بنجس، وإن لم يتحرك بحركته، ولو لم يتحرك النجس ده بحركته، يعني حبل طويل قوي درجة إن مع حركة الصلاة ما بيتحركش النجاسة دي بحركته، برضه يبقى برضه لا تصح. لأنه حامل لمتصل بنجس فكأنه حامل له. يبقى فهمنا من هنا ان حامل النجاسة تبطل صلاته من وسط كلام الشيخ على طول. فهم؟ ولا يضر جعله تحت رجله. طب افرض هو عايز يحطه تحت رجل الحبل، لا يضر بقى. لا يضر جعله تحت رجله، لان ما يبقى تحت رجله ما يبقاش حمله. صح؟ سهلة. ويبقى دايس عليه، لان الحبل الطرف ده طاهر، فيبقى واقف على حاجة طاهرة. لكن لما يبقى ماسكه بايده كانه حمله المسك كانه حمل. بيقول لك المخارج، افرض انت ما عندكش وقت تدقه وخايف الحمار يهرب منك وبتصلي في صحراء، طب اعمل ايه؟ بيقول لك خلاص حط الحبل تحت رجلك وصلي. يبقى بيدي لك الحل اهو برضه في الظروف المختلفه. ادي ميزه الكتب الكبيره اللي احنا بنقعد نقرا فيها، لان في ناس يقول لك ما تقول لنا يا عم شروط الصلاه في قعده كده ونروح، هو شغل سندوتش. ما ينفعش الفقه بالطريقه دي، ما ينفعش. ينفع على الاطفال اللي في الحضانه، لكن انت شبت خلاص لازم تتعلم دينك بقى بطريقه تفصيليه، لان هتكبر وهتمر عليك مراحل، ويجي لك بروستاتا ويتنقط منك بول، ويجي لك مش عارف ايه، وفي ناس بتعمل عمليات يحولوا مجرى بول ومجرى براز على بطنه. عايز يتعلم ازاي يصلي في كل الاوضاع دي، وممكن تروح العراق ويسجنوك في سجن ابو غريب ويقلعوك ملط ويسيبوك في الزنزانه ملط كده اهو من غير عورتك باينه لمده شهر. طب اصلي ازاي وانا مش لاقي ثوب استر عورتي وانا في سجن ابو غريب؟ مش كل ده واقع بيحصل للمسلمين دلوقتي؟ هيصلوا ازاي؟ يبقى الحاجات دي مش تهريج ولا بنضيع وقتنا، ده حاجات مهمه جدا، مهمه جدا اللي يفهم واللي عقله واسع ومدرك الايه الواقع اللي حواليه. فدي امور هامه. والا كنا رحنا عيادتنا وانت رحت شفت شغلك وخلصنا، وقلنا طهاره الثوب من ايه والبدن من الحدث والنجس وروح، كناش نقرا ده كله، لكن كنت هتروح ما تفهمش ده كله. صح ولا لا؟ وكل ما يقابلك موقف تروح تسال الشيخ، وانت وحظك الشيخ يعرف ولا الشيخ ما يعرفش، وهل يدلك صح ولا هيضللك. دي مسائل كتيره.
ولا يضر جعله تحت رجله. الحبل المتصل بالنجاسة ما يضرش لو جعله تحت رجله لعدم حمله له. ولو كان طرف الحبل الذي قبض عليه مشدودا بساجور كلب مثلا، وهو ما يجعل في عنق. هتقول لي بساجور يعني ايه ساجور؟ قال لك ما يجعل في عنق الكلب، عارف الكلب اللي له يعملوا له حزام حوالين رقبته ويجروه منه، او اسمه الساجور، الحزام ده اللي حوالين العنق. وهو ما يجعل في عنقه، او بحمار به نجاسه في محل اخر بطلت صلاته، لانه متصل بمتصل بنجس. بخلاف بقى الصورة الثانية، بخلاف ما لو ألقي عليه من غير شد فإنها لا تبطل. بخلاف ما لو ألقي عليه الحبل من غير شد، أنا بصلي لا بيا ولا عليا، هو بس الكلب لولو بيجري بيلعب فراح رمى الحبل علي بتاع الكلب، ما يضرش لأنه ألقي علي أنا ما مسكتوش، هنا ما تضرش صلاتي. فهمت بقى المسألة؟ لو لمسك الكلب، لو كنت مبتلا او الكلب مبتل انتقلت النجاسه، تبطل الصلاه وتقوم تروح تغسل الثوب 7 مرات احداهن بالتراب مكان ما لمسك، لان لازم وسط طري. لكن لو لمسك ببوزه، بوزه طري على طول، يبقى على طول يبقى تنجست. سهله الحاجات دي. وهو ما يجعل في عنقه أو بحمار به نجاسة في محل آخر بطلت صلاته، لأنه متصل بمتصل بنجس. بخلاف ما لو ألقي عليه من غير شد، ألقي عليه الحبل المتصل بالكلب ده من غير شد فإنها لا تبطل. ومثله السفينة، فالسفينة تملي عارف بيبقى ليها حبال وتتحط في أوتاد على إيه، على الشط كده، مش كده برضو؟ طيب أنت برضو لامس ايه الحبل بتاع الوتد اللي بتاع السفينه، والسفينه دي شايله نجاسات. فهمت ازاي؟ هيدي لك برضو الصوره دي. ومثله السفينه فتبطل صلاته ان كان الحبل مشدودا بها وفيها نجس في محل اخر ان كانت تنجر بجره، يعني تنجر بالحبل اللي بيجره ده. فهمت ازاي؟ بجر الحبل يعني، ولو كانت بقوه غير قوته، يعني لو فرض حد قوي قدر يشد تتجرب الجاب الحبل ده فيبقى ماسك الحبل ده يضر، ولو كان هو ما يستطيعش جره. فهمت ازاي؟ وان كانت اي السفينه تنجر بجره، اي بجر هذا الحبل، والا فتبطل، والا فلا تبطل. طب افرض متصله بحبل رفيع ما تنجرش السفينه بجره، يتقطع ما يضرش، يبقى ده الصوره دي ما يضرش، يبقى يضر لو كان الحبل الغليظ الكبير اللي هو ايه بيشدوا السفينه منه عشان ترسى في المينا، بيرمي حبال كده بخطاطيف كبيره قويه هي دي، انما لو كانت حبال رفيعه لا تنجر السفينه بجرها، يبقى ما يضرش. خدت بالك؟ كل الصور دي هامه. لان هنا ما يعتبرش حمل نجاسه، لان لو شد الحبل هيتقطع، يبقى كانه مش حامل نجاسه، لكن الثانية لو شد الحبل هتيجي مع النجاسة، يبقى كأنه حامل نجاسة. سهل. ولو وصل عظمه بنجس لا يصلح للوصل غيره من الطاهرات. عنده قصر في العظم بتاعه، جاله كسر، عظمته اتكسرت وضاعت منها حتة، فقاموا الدكاترة أو المجبراتية حطوا له وصلة بين العظمتين عشان رجله ما تقصرش او دراعه ما يقصرش. الوصله دي نجسه. فهمت؟ ادي صوره تانية، يبقى هنا بدنه بقى فيه نجاسه. فهمت؟ خد بالك بقى هيعمل ايه. ولو وصل عظمه، او وصل عظمه، وصل عظمه احسن، خليه عشان هو مش هيوصل عظمه، هيبقى متبنج، ده هتتعمل فيه مش هيعملها في نفسه، مش كده برضه؟ يبقى ولو وصل عظمه، تبقى احلى كده. ولو وصل عظمه بنجس لا يصلح للوصل غيره، ما كانش فيه بديل الا النجس ده. كويس؟ لا يصلح للوصل غيره من الطاهرات لحاجه عذر في ذلك، فتصح صلاته معه، يبقى معفو عنه لانه ملوش بديل. يبقى في الحاله دي ملوش بديل. لكن الوقت بيحط الوقت ايه، شرايح بلاتين طاهره،
يبقى في بديل. يبقى لو استعمل النجس وفي البديل الطاهر نقول له كده لا تصح صلاتك. فهمت؟ لكن طالما في ما فيش بديل الا ده نقول له خلاص تصح للعذر، تصح للعذر. ده مش بيتكلم على نقل اعضاء هنا. ده لا لا. واحنا اصلا هنا مش معناها على فكره ان الوصل ده واجب او جائز. خد بالك، ده هو بيتكلم صور بغض النظر عن جائزه او حرام. افهم، صور وقعت. واحد زرع كليه حطها في جسمه. ما بيقولكش بقى زرع الكليه دي حلال ولا حرام دلوقتي. ده هو بيتناقش. انت حطيت حاجه في جسمك. هذه الكليه دي متاخده من خنزير فهي نجسه. لكن انت حطيتها في باطن بدنك، طب ما باطن بدني كله نجاسه، يبقى لا يضر. ايه رايك بقى؟ لكن هنا لو وصل عظمه وكانت العظمه ظاهره فصارت من البدن الظاهر، لان انت باطن بدنك فيه نجاسه لا تضر، ما هو الدم بيجري وشايل براز في بطنك وبتصلي، مش كده برضه؟ يبقى لازم تكون فقيه بقى. يبقى هو بيتكلم هنا وصل عظمته والعظمه دي ظاهره، هو وصلها بحاجه نجسه فصارت في ظاهر البدن. وعايز يروح يصلي. نقول له ايه؟ نقول له لو لم يكن هناك بديل فصلاتك صحيحه لانها معفوه عنها. لو هناك بديل طاهر نقول له روح غيرها. طب قال لك تغييرها هيحتاج بنج، والراجل ده عنده مرض في قلبه، لو اتبنج مش هيفوق هيموت. نقول له خلاص ما تغيرها، صلي معفو عنه. عشان ما اروحش انا اموته. ابنجه عشان اموته عشان تصح صلاته. مش كده برضه؟ لان الضرر يزال، القاعده كده، الضرر يزال. هيؤدي إلى ضرر أم أمنع الضرر؟ ولو وصل عظمه بنجس لا يصلح للوصل غيره من الطاهرات لحاجة عذر في ذلك فتصح صلاته معه. فإن صلح للوصل غيره، يعني من الطاهرات من غير آدم، أو لم يحتاج للوصل أصلا، لم يعذر ولا تصح صلاته، ووجب عليه نزعه إن أمن ضررا. يبيح التيمم. امتى يجب نزعه؟ لو امن الضرر. اللي يبيح التيمم، واخد بالك، ولم يمت. والا لو هيؤدي الى ضرر يبيح التيمم، وانت ممكن تتيمم في وجود الماء. لو قال لك ايه؟ لو كان الماء هيؤدي الى شين ظاهر في عضو ظاهر. شين واضح في عضو ظاهر، او في زياده مرض، او تاخر برء، او الى الوفاه. كل دي يبيح التيمم مع وجود الماء. فهمت المسألة؟ كل الصور دي. فإذا كان الحكاية دي يعني هتؤدي إزالتها إلى شين ظاهر في عضو ظاهر، أو تؤدي إلى تأخر برء، أو تؤدي إلى زيادة ضرر، أو تؤدي إلى وفاة، كل دي الصور دي تخليني أقول له خليك زي ما أنت ما تغيرهاش. واضح؟ وإلا فلا ينزع. ومثل الوصل بالنجس فيما ذكر، مثل الوصل بالنجس فيما ذكر إيه؟ الوشم. مشهور قوي دقون. الدق ده في الصعيد مشهور، في عيد في مولد ستنا العذراء في الصعيد يقعدوا المسلمين يروحوا يدقوا له، يدقوا له عصافير ويدقوا له كل حاجه واسمه وكل حاجه. كان زمان كان ليا جد حافظ القران، لكن ما كانش لسه في البطاقات الشخصيه، فكانوا بيخافوا يموتوا بين القرى ما يعرفوش شخصيته، فكانوا يدق اسمه وعنوان على ايده كده، بالرغم ان هو عارف انها نجسة، بس كانوا بيدقوها له وهو صبي صغير. فهمت ازاي؟ فكانوا يصلوا، ودي تعتبر من المعفوات بالرغم انها نجاسة في البدن، لانه عبارة عن ايه؟ عبارة عن دم يحبسه في طبقة الجلد ويرش عليه نيلة. نيلة ده نوع من الصبغة يسموها نيلة، واخد بالك ازاي؟ تقوم تدي الخضار اللي انت بتشوفه ده اللي هو لون الدق ده، فكأنه حبس النجاسة في الجلد وبقت ظاهرة. فهمت؟ فمثل الوصل بالنجس الوشم. الوشم برضه يبقى يجب إزالة الوشم إذا لم يؤدي إلى ضرر زائد أو شين كبير، لأن أحيانا يكون الوشم مساحته كبيرة هتشيله يعمل تشوه، لأنك هتشيل جزء كبير من الجلد، يبقى يؤدي إلى تشوه في عضو ظاهر، يبقى ما يشيلوش. لكن أما يبقى مثلا الوشم مساحته صغيرة حاجة بسيطة وشيله بسيط ببنج موضعي ولا يترك أثر كبير، يبقى يجب إزالته. واضح الكلام؟ يبقى كل الحاجات دي ناخد بالنا منها.
وعرفنا من هنا كمان ان الوشم حرام، فما لا اوشم نفسي ولا اوشم غيري. مش كانوا زمان برضو يكتب اسم حبيبته واسم الرقاصة زي الافلام بتاع زمان، رشدي اباظة في الفيلم يرسم الرقاصة بالوشم، وبعد هيجي يصلي، يصلي ازاي المصيبة ده؟ ما يعرفش. لا يمكن تاب الى الله وعايز يصلي، ما هي برضه هتقابله المسائل المشاكل دي كلها. يبقى الوشم حرام، لعن الله الواشمة والمستوشمة، ما تمشيش. هات براحتك. ومثل الوصل بالنجس فيما ذكر الوشم، وهو الغرز بالإبرة في محل حتى يخرج الدم ثم يذر عليه بنحو نيلة فيخضر المحل. ففيه التفصيل المذكور في الوصل بالنجس، فيه التفصيل المذكور في الوصل بالنجس. يبقى الصلاة بتاعته باطلة لو سهل إزالته، واخد بالك، بغير ضرر أو وفاة أو تأخر برء، بهذه الشروط سهلة. خلاص معلش اتعمد تحطه، او ما قال له غصب عنك بقى شيله ان شاء الله تموت. ممكن يتعمل فيه وطفل، ممكن يتعمل فيه وطفل، عشان كانوا بيمثلهم العيال، فقالوا لهم هناك في الصعيد الواد عشان ما يموتش روحوا دقوا له في ملت العذراء يقوم يعيش. مش بيحصل الحكايه دي ولا بدي. انا بتجيلي ناس يقول لك انا دقوا لي وانا عيل صغير علشان امي كانت كل ما تولد عيل يموت، فدقوا لي في المولد عشان اعيش، وسبحان الله عاش يا اخي. فخلاص هيعمل ايه؟ الدق هو الدق وهو صغير، خلاص سيبه بقى في حاله. لكن محله ان فعله بعد التكليف. كل ده محله امتى؟ اقول له شيله لو فعله بعد التكليف لانه فعله آثما، فهمت؟ فإن فعله قبله، لو اتعمل فيه طفل صغير، يبقى الآثم ولي اللي عمله له، وهو لا يجب عليه إزالته، وهو لا يجب عليه إزالته. سهلة دي، لأنه لما اتعمل فيه ما كانش مكلف. واضح الكلام؟ فإن فعله قبله فلا يضر ولا تجب إزالته مطلقا. بيقول إيه؟ الذي لا يعفى عنه، يبقى معناه ان في نجاسات يعفى عنها. هيجيب لك سيره بقى النجاسات اللي يعفى عنها، اي بخلاف الذي يعفى عنه. زي ايه بقى اللي يعفى عنه؟ هيدي لك الامثله بقى. كمحل استجماره في الصلاه. انت عارف ساعات الناس تبقى في الصحراء، مش زي في مصر هنا عندنا الميه كتير الحمد لله، ما بنستعملش الحجاره او ورق التواليت في ازاله النجاسات، كلنا بنستعمل الميه الحمد لله عشان في بلد مليانه ميه. لكن لما تروح بلاد صحراويه والمية عندهم قليلة، بيبقى عندهم مية الشرب أساس، فما يجي يتبول ولا يتبرز بيعمل إيه؟ بيجيب كم حجر وينظف مكانه كده بالحجر، اسمه استجمار، أو يجيب ورق كلينكس وينظف زي في أوروبا، في بعض في معظم الفنادق تخش الحمام ما تلاقيش مية، تلاقي يروح حاطط لك ورق كلينكس كده. يبقى في الحالة دي اسمها استجمار برضه. الاستجمار ده بخلاف الماء يزيل عين النجاسة لكن ما يزيلش أثرها، يفضل أثرها موجود لكن يزيل عين النجاسة، يعني الجوهر بتاعها اللي هو جرمها. يبقى الأثر اللي موجود ده يعفى عنه، يبقى اسمه أثر النجاسة ده يعفى عنه. فهمت؟ أثر الاستجمار يعفى عنه. فإنه يعفى عنه في حق نفسه ولو عرق، ولو عرق. طيب، وقال عرق مشي على مكان أثر الاستجمار ده برضه ما يضرش، الا لو كان العرق زاد قوي وراح ساح عن هذا الموضع وراح لحته بعيده، يبقى في الحاله دي يضر. واضح؟ ولو عرق اذا لم يجاوز الصفحه، الصفحه اللي هي الاليتين، يعني لو ما خرجش بره الاليتين اللي هو بين الاليتين يبقى هنا معفو عنه. طول ما هو بين الاليتين، خرج بره الاليتين يبقى خلاص لا يعفى عنه، لازم ميه بقى. والحشفة، ولم يجاوز الحشفة اللي هي رأس الذكر، لكن نزل على ايه؟ على موضع الخصيتين بتوعه، يبقى برضه لا يعفى عنه، لازم مية. فهمت بقى ازاي؟ إذا لم يجاوز الصفحة والحشفة، وما عصر الاحتراز عنه غالبا يعفى عنه برضه. كل ما يعصر الاحتراز عنه غالبا، من طين شارع نجس، أنت ماشي في الشارع والمجاري طفح ورايح تصلي في الجامع، وبعدين جالك شوية طين في الشارع كده يصعب الاحتراز، لأن طول ما أنت ماشي غصب عنه، يبقى هنا يعفى عنه، عن طين الشوارع، تصلي وهو موجود.
وما عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع نجس يقينا لعسر تجنبه. دي مهمة، السؤال ده بيسألونا ناس كتير فيه، يقول لك المجاري طافحة وأنا رايح الجامع وترتشت على شرابي وعلى ثوبي، أعمل إيه؟ أعيد الصلاة؟ أرجع البيت؟ أعمل إيه؟ أغسله؟ أصلي؟ طب أنا صليت، أعيد الصلاة؟ كل دي أسئلة بتتكرر، فتاخد بالك منها. يقف عنه. نجاسة إيه؟ الشارع المتيقنة. خلاص برضه. ايوه، ما ده لعسر تجنبه. وفي حاجات تانية يعسر الاحتراز منها، ودم نحو براغيث ودماميل وبق، مش ساعات تيجي تهرش تطلع بقايه، تروح ميته جوه هدومك تلاقيها سابت ايه اثر دم، او تروح عامل كده على ناموسه تلاقي الناموسه غرقتك دم. مش بتحصل الحكايات دي كلها ولا ما بتحصلش؟ بتحصل معانا بس؟ مع كل الناس؟ بتحصل مع كل الناس. يبقى دم براغيث ودماميل وأمل برضه. ممكن تأمل ما تضحكش، لو قعدوك في صحراء كده وقعدت شهر ما بتستحماش هتأمل. الصحابة أملت، هتبقى أنت أحسن من الصحابة يعني؟ طب مش الرسول صلى الله عليه وسلم شاف صحابي في حجة الوداع رايح محرم وماشي معاه محرم، وبعدين لقى الأمل نازل على عينيه من شعره وعلى جبهته وعلى حواجبه، فقال له إيه؟ قال له احلق واذبح دم، فقال له احلق عشان يخلص من اذى الدم. فمن كان به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. ونزلت الايه دي عشانه. وراح حالق وخلص وتخلص من الامل ده. ما كانوا بيسافروا من مدينه لمكه صحراء، لا في ميه ولا في حاجه، يا دوب الميه اللي معاهم يشربوا بيه، وشعرهم كان يبقى طويل زي النساء كده، طويل ضارب لحد ظهرهم، لانه ما كانش يحلقوا الا لما يعمل عمره او يحج، لكن مش بيحلق كل اسبوعين ثلاثة زيك كده ممنجه نفسك، لا هو كان بيسيب نفسه كده. فكان ممكن يحصل يأمل يعني، أمل ما فيهاش مشكلة. يبقى نحو دم نحو براغيث ودماميل، دماميل جمع دمل يعني، فهمت ازاي؟ يبقى واحد عنده دمامل وطالع منها شوية ايه دم وبقع دم عليها، وممكن يكون عاملها ايه رباط، والرباط ناشع شوية دم او صديد او قيح، كل دي نجاسات معفو عنها. واضح؟ ودماميل ودم فصد، دم فصد اللي بيفصد يعني نوع من الحجامة، وحجم دم فصد وحجم. الفصد اللي هو برضو ممكن يبقى دم خارج من أنفه إيه زي إيه نزيف من الأنف، وحجامة بمحلها، طول ما هو في محله يعفى عنه، خرج عن محله لا يعفى عنه. يعني الدم لازق على الجرح يعفى عنه، لكن انتشر بعيد عن الجرح يبقى الجزء اللي انتشر فيه ده أنا لازم أغسله. واضح الكلام؟ طول ما هو بمحله يعفى عنه. ما يبقى يقطع صلاته، لكن ما ينتقضش وضوء ويروح يشطف ويصلي ويعيد الصلاه بقى من اول وجديد، لكن مش شرط يعيد الصلاه، يعيد الوضوء. يعيد الوضوء عند الاحناف، لكن الشافعي عندهم ما يعيدش الوضوء. ودم فصد وحجم، حجم يعني حجامه، بمحلها، محلها يعني المكان بتاعها. وروث ذباب، عارف انت الدبان لما يقف كتير يعف على الثوب تلاقي برضه سايب ايه نقط سودا، نقط سودا كتير كده، اسمه روث ذباب. فهمت ازاي؟ انا كنت نفسي اجيب لك حاجه اوريها لك، يمكن مش من بلدنا انت، بتبقى معروفه يعني كل الناس تشوفها عارفاها، كل ده برضه يقف عنه. ايوه انا بقول لك النقط، النقط الحجامه دي بتبقى نقط كده في محلها ما يضرش، يبقى يغير الثوب ده، ويبقى النقط اللي على بدنه معفو عنها. وروى الذباب وان كثر، ولو كان روث الذباب ده كتير برضه يلبس القميص بتاعه وهو عليه روث الذباب ده، ولو كتير ويصلي بيه. وان كثر ما ذكر، ان كثر ما ذكر يعني ما عندوش دم الواحد ده، عنده 10 دمامل. فهمت ازاي؟ يعني عنده دمامل كتيره فبقى جسمه كله منقط، او جروح كتيره زي في معركه في حرب او حادثه او شيء من هذا، نسال الله السلامه، كترت برضه يعفى عنه. خدت بالك؟ وان كثر ما ذكر الا ان كان بفعله، لو كان بقى بفعله يعني بيجيب الدبان يصطاده ويروح مموته على هدومه، يستنى لما يبقى الناموسه واقفه وكرشها مليان دم كده وهي واقفه ويروح ضاربها على ثوبه
ويبقى فرحان قوي ان هو بيصطاد الناموس، صياد ناموس كده، بدأ بفعله. فهمت؟ زي متعايبه هنا لا يعفى، لانه فعل. زي ما قلت لك قبل كده ان في الميه، في طهاره الماء، لو جبت ميه ووقع الدبان بنفسه فيها يعفى عنه. لكن انا بصطاد الدبان والمه واروح موقعه جوه الميه دي، اروح اتوضى بيها؟ ما ينفعش، لا يعفى عنه، لان انا اللي وقعته. لكن لو وقع بنفسه ما يضرش. فهمت؟ برضه نفسها احنا قلناها. وإن كثر ما ذكر معفو عنه إلا إن كان بفعله فلا يعفى عنه بقى. لو كان بفعله هو فلا يعفى عنه. كأن قتل البراغيث أو عصر الدمامل فلا يعفى عن الكثير عرفا. لو قتل إيه؟ البراغيث. لو قتل برغوت ولا اتنين ماشي، لكن ده عنده 1000 برغوت، ده شغلانة بقى، ده مبرغت، يبقى نقول له ده كثر عرفا. لكن اما تلاقي انت في العرف ومتروكه للعرف ليه؟ يعني الفقيه ما يقولكش عدد، يعني ايه متروكه لذوقك انت؟ انت اول ما تشوف كده تقول له يا كل ده دم براغيث، يبقى ده كتير عرف، ده يضر. انما لو لقيت مثلا ثوبه فيه 2 3 نقط مش هتقول له حاجه، لانه ده عادي، عشان كده تركها للعرف. فهمت المساله؟ او عصر الدمل فلا يعفى عن الكثير عرفا. عصر دمل فعمل له نزيف، غرق هدومه لحد ديله تحت، ازاي يقف عند كتير قوي؟ نقول له يا اخي روح بقى الدكتور كده يعمل لك ضماده ونظف ثوبك ده واغسل وتعالى صلي. فهمت ازاي؟ ده كتير عرفا. فهمت؟ وقليل دم اجنبي لا يعفى عنه. يعني انا ابني الجرح او صديقي، فرحت انا واخده مع المستشفى وقفت معاه، فهو ربطوا له ونظفوا له، وانا بقى واخده ايدي اتعصت الدم بتاعه والقميص بتاعي اتعصى الدم بتاعه، مش دم انا، يبقى لا يعفى. انا بقى اغير، لان ده مش دم، انا مش مجروح. فهمت بقى المساله؟ لو كان دم غيره لا يعفى عنه. وقليل دم اجنبي بشرط الا يكون من مغلظ. قليل الدم الاجنبي كل اللي فات المعفوات دي كلها، بشرط ألا يكون من مغلظ. واخد بالك ازاي؟ بشرط اللي ما تبقى النجاسة دي من مغلظ. ايه المغلظ عند الشافعية؟ الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احد، ده المغلظ. يبقى المغلظ ما يعفاش عن حاجة فيه، لان دي نجاسة مغلظة، ولا قليل ولا كتير، كله زي بعضه، لا يعفى. فهمت بقى المثل؟ وقليل دم اجنبي، ما هو قال برضه قليل دم اجنبي ليه بقى؟ لان قال لك إن القائم على تمريض المريض يعفى عن قليل دم المرضى اللي فيه، زي الجراح وزي الحكيمة وزي المرأة اللي قاعدة بتمرض مجروح في بيتها، ابنها ولا زوجها، ويقوم يجي لها شوية من دمه وشوية من قيحه، يعفى شوية عن القليل. فهمت ازاي؟ لمشقة الاحتراز، ولأنها يسموها نجاسة مهنة، يسموها كمان نجاسة مهنة، زي الجزار. جزار طول النهار قاعد ايديه فيها دم وهدومه فيها شويه دم، مهنته كده، فبيعفى عن نجاسه مهنته. والجراح جوه اوضه العمليات وعايز يطلع يصلي، فهو بيركع كده يلاقي نقط دم على ما يقطعش الصلاه، بالرغم انها دم غيره، لانها مهنته، عشان كده جابها هنا، لانها بتعفى في نجاسه المهنه. خدت بالك؟ لكن لو كان جراح بيطري بيعمل عمليه في كلب لا يعفى. واضح؟ بتحصل. احنا لما جت جراحات المناظير في مصر اول ما طلعت سنة 93 كنت بدرب الجراحين الصغيرين عليها في كلاب في كلية طب بيطر، مش احسن ما ندربهم في بني ادمين؟ نجيب الكلب ويبنجه لنا وننفخ بطنه ونحط المنظار ونعلم الدكاترة ازاي يشتغل ويتعامل مع الالات جوه الكلب، عشان لو ماته كلبه وراح. فهمت ازاي؟ يبقى ايه المشكلة هنا؟ بتبقى يتعرض لنجاسة مغلظة، ممكن هو بيشتغل يتعرض بقى ايه لقطرات دم تيجي في الجاون بتاعه اللي هو اللبس العمليات بتاعه. لو كانت في بني ادم نقول له روح صلي تقف عنه، بس مش في المسجد، في حجره العمليات، لان نجاسه المهنه يقف عنها في مكان المهنه. انما الجزار ما يجيليش ثوبه ويتعصر دم ويقول له صلي في الجامع ما يقف عنها، لا يقف عنها في محلك هناك، صلي في محلك. انما تجيلي مسجد الاشراف هنا ما ينفعش. خدت بالك؟ يبقى يعفى عنها في محله في مكان،
زي راجل شغال في المجاري بيسلك بلاليع طول النهار من الصبح لحد العشاء. طب هيصلي ازاي؟ هيدن عليه ظهر وعصر ومغرب وعشاء، هتضيع عليه الصلوات. اسمع، نجاسة مهر، يصلي جنب البلاع بثوبه اللي هو عليه اثر البلاعات، خدت بالك؟ انا نجاسة مهر، لكن ما يخشش الجامع الا يغير هدومه بقى. فهمت بقى المسائل دي كلها؟ ايه دي؟ طب نقول له اترك الصلاة؟ نقول له اترفد من شغلك؟ مين هيسلك بلاليع المسلمين؟ طب مين بقى؟ بلاليع المسلمين كلها تفضل مسدودة كده؟ يعني يرضيك الكلام ده يا عم الشيخ؟ وبعدين الكفرة؟ الكفرة؟ طب ده كده انت هتعمل لنا مشكلة مع أمريكا، يقول لك مصريين بيشغلوا المسيحيين في البلاليع. هتعمل لي مشكلة مع أمريكا. والفقه ما قال لناش كده، ولا ديننا قال لنا كده. ديننا قال لنا نجاسة المهنة يعفى عنها. طب ما في الأرياف واحد اسمه المجس. عارف الراجل المجس ده ايه؟ يمد ايده جوه البقرة يعرف دي حامل ولا لأ، وهتولد ولا لأ. صح؟ مش عارف الشغلانة دي؟ طب ما طول النهار هو في النجاسة. هيعمل ايه الراجل ده؟ يصلي ازاي؟ وأذان ورا أذان بيدن عليه، وقاعد طول النهار بيولد في البقرة. هيعمل ايه؟ ايه رأيك؟ نشغل برضو المسيحيين؟ الشرع عندنا أوسع. فهمت ازاي؟ الشرع واسع، فيجيز له الشرع الشريف انه يخلف مهنته والنجاسه دي معفو عنها ويصلي. ما لم تكن مغلظه، يعني ما يكونش بيولد خنازير ولا بيعمل جراحه في كلاب، لان دي نجاسه مغلظه ودي نادره. فاهم؟ على ثوبه. وممكن على اثر بدنه، حاجه ترتشت على رقبته، حاجه بتاعه، ويصلي لانه زي الجراح. ما بقى زي الجراح في مهنته. سهلة دي. الحمد لله ان ربنا عافاك يعني ما تشتغلش. حلاق قاعد بيحلق في الصالون بتاعه، واما بيحلق للناس ساعات يجرح العيانين، الزباين، مش اسم العيانين، اسمها الزباين، يجرح الزباين. فيقوم ايه؟ يحط قطنة كده على كل جرح لحد ما يطلع الراجل كل دماغه كلها قطن. وبعدين يبقى ايده فيها اثر دم. يقف عن، ممكن يصلي في الصالون بتاعه صلاته صحيحة لأن مهنته. فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي واضحة يعني بتقابلك في حياتك. ما يروحش المسجد عشان يلوث المسجد كده، هو هيلوث المسجد ويأذي بقية المصلين. يعني يصلي بالنجاسة المعفو عنها في مكانه، واحد رجله عامل عليها ضمادة وبتشر صديد، يجي يدوس عليها ويصلي في المسجد عشان الجماعة؟ يرضيك الكلام ده؟ ما ينفعش. يبقى ساعتها هيصلي في بيته ورجله بتشر صديد، تشر صديد معفو عنه خلاص، لكن ما يجيش المسجد. تضر يعني ايه؟ يعني مش هتنتشر في المسجد؟ يبقى يصلي في المسجد طالما مش هتنتشر، لان العبرة عدم تلويث المسجد، العلة عدم تلويث المسجد. فان كان هيلوث المسجد او يلوث المصلين يبقى خلاص ما يروحش. ويبقى ساعتها لو كان معتاد الجماعة في حال عافيته يصلي في بيته بياخد ثواب الجماعة، لأن ربنا بيكتب للمريض ما يفعله صحيح مقيم. ودي ميزة إنك تواظب على الجماعة وإنت صحيح، تواظب عليها وإنت صحيح، تبقى إيه؟ تبقى ساعتها لما يجي لك أزمة تمنعك من الجماعة تبقى نايم في بيتك بتصلي وضميرك مستريح. ربنا كاتب لك في الصف الأول، كاتبها لك بالتضعيف في الصف الأول وإنت بتصليها في بيتك. لكن اللي مش معتاد يصلي جماعة في عافيته وبعدين أصيب بهذا المرض وقعد في بيته، ربنا يكتب له فرد واحد بلا تضعيف، لأنه هي دي حالته في حال كماله. فربنا بيردك لحالتك في حال كمالك. أنت في حال كمالك بتعمل إيه؟ يوم يكتبها لك في صلاتك في المرض كما تفعلها في حال عافيتك على كماله. يبقى المريض السليم بيجي الجامع يصلي لكن قد تكون صلاته غير مقبولة، مش كده برضه؟ حد يجزم أن صلاته مقبولة؟ لكن المريض اللي معتاد الصلاة في الجماعة ربنا بيكتبها له في المسجد وهو في بيته مقبولة. شفت فايدة المرض بقى؟ لكن سألوا الله العافية، مش بقول لك يعني تتمنى المرض، لكن بقول لك رحمة ربنا واسعة. وقليل دم أجنبي بشرط ألا يكون من مغلظ، وكالدم فيما ذكر، يعني كالدم فيما ذكر من النجاسات المعفوات، قيح وصديد وماء قروح ومتنفط له ريح. متنفط
خليها فين؟ اللي هي النفط، نفطة، عارف النفطات؟ يعني بقليلة كده مع بعبة مليانة مية، سهلة، اسمها بولي، بقليلة، هي بالانجليزي بولي، واحنا بنقول عليها بقليلة، جاية من بولي بقلة، هي نفسها المعنى، فهمت ازاي؟ لغات متقاربة يعني، بالانجليزي اسمها بولة، واحنا نقول عليها بقليلة، واخد بالك؟ زي واحد يتحرق يقوم لما يقع عليه المية تقوم تعمل ايه؟ نفطة بقليلة كده أو بلة، هي دي. وبعدين ساعات تبقى مجروحة شوية يطلع المية اللي فيها وتنشف، ومع ما تنشف تعمل ريحة، واخد بالك؟ ادي بقى متنفط له ريح، فهمت بقى المعنى؟ أو ده برضو ايه؟ مثل الدم، يبقى يقف عنه في ايه؟ في صاحبه يعني، اللي هو المجروح اللي، وكذلك اللي بيشتغل بالطرية كده أو بالفاس، ويكون ايده كده مش متعودة على الشغل، تلاقيها ايه؟ نفطت منه، نفطت يعني عملت بقليل. كل دي برضو ايه؟ بيعفى عنها لو خرج منها السائل بتاعها ونشف على موضع الجرح. يبقى كل ماء مستحيل في البدن نجس الا الريق والمني ودموع العين والعرق، تحفظ كده سهلة. يبقى كل ماء مستحيل في البدن، مستحيل يعني متغير، نجس إلا الريق والعرق والمني، المني عندنا في الشافعية طاهر، واخد بالك؟ واللبن، لبن صدر المرأة اللي بترضع، مش كده برضه؟ ما هو ده خارج من دمها لكنه نجس، طاهر طاهر. ولا ايه؟ وزي ما قلت لك، ودموع العين، ودموع العين والريق، والريق والمخاط ماشي معاه ما لم يكن مدمما، واضح؟ سهله الحاجات دي. يبقى اللي بتولد والارنيطش، عارف الارنيطش؟ عارف الحكايه دي؟ اللي هو الماء اللي حوالين الجنين جوه بطن امه، بيبقى عايم في ميه، تيجي الست من دول تولد تروح منزله ميه كتير. اللي بتولدها دي، الميه دي تيجي على هدومها، الميه دي نجسه، وعشان كده الجنين اعتاد المسلمين اول ما الجنين ينزل من بطن امه يعملوا ايه؟ يحموه عشان يطهروه، لانه كان نجس، نايم في وسط ميه ملعبط فيها 9 شهور، مش كده برضه؟ فيروحوا مطهرينه ومشطفينه ومنشفينه ويلفوه باللفه بتاعته ويطهروه، يقوم ساعتها لما ابوه يشيله امه تشيله تبقى يبقى طاهر. سهله الحاجات دي كلها. القيء مستحيل، ماء مستحيل، مستحيل يعني تحول، ادي معنى مستحيل، مش مستحيل من الاستحاله، مستحيل يعني من التحول، يعني تغير صورته. زي كان طعام طاهر دخل المعده اختلط بعصاره المعده فتأيته طلع متغير اسمه نجس لانه استحال عن صورته، يبقى القيء نجس. والقشط بتاع العيل الصغير يقول لك ده بيقشط، نجس. كل الحاجات دي لازم يعرفها المسلمين. لما يجي الواد ايه، ابوه قاعد شايله يطبطب عليه وفرحان كده فقشط على كتفه، اما يجي يصلي لازم يغسل كتفه، قشط قشط يعني بيطلع يتكرع مع شوية اثر لبن، هذه اسمها قشط، فهمت ازاي؟ يبقى لو جه على كتف ابوه او خاله او عمه لا يعفى عنه، لانه هو مش بيربيه طول النهار شايل، لكن امه او المربيه بتاعته يعفى عنها لصعوبه الاحتراز. سهله، حاجات سهله هي، لانها برضه اسمها نجاسه مهد. في ثوب وبدن ومكان متعلق بطهاره النجس، واشار الشارح بذلك لان طهاره النجس عامه للثلاثه، لكن قد عرفت انه خلاف مراد المصنف، مع أنه موقع في التكرار مع ما سيأتي، إلا أن يجاب بأن الشارح عمم هنا تعجيلا للفائدة، والمراد بالثوب ملبوسه، وبالمكان ما يلاقي شيئا من بدنه أو ملبوسه، وشمل البدن داخل أنفه وفمه أو عينيه. يعني لو نجس جوه عينه، نجس جوه أنفه، نجس جوه فمه، لازم يتمضمض ولازم يستنشق من النجاسة، ولازم يغسل داخل عينه إن كان فيها نجاسة، واضح؟ لأنها من البدن. بقطرة.
يحط الميه بالقطره كده، او يجيب طبق ويحط عينه فيها يفتحها ويغمض عينه ويفتحها زي اللي بيعوم. انت ما عمتش؟ طب ما اللي بيعوم وبيفتحوا عينيهم في الميه، اللي يعوم ومغمض عينه في الميه يبقى مش عويم. احنا كنا بنلعب سباحه زمان يعني، مش اي كلام يعني، مش فاكرني ان انا شيخ يعني، شيخ وبعرف العب سباحه، واخد بالك؟ فكان المدرب بتاعنا يقول لنا كده، كنا لسه في اعدادي وثانوي، كان يقول لنا كده، اللي يغمض عينه وهو بيعوم ده مش عويم، العويم هو اللي يفتح عينه. وكان يرمي لنا شيلن في حمام السباحه ونغطس عشان نجيبه عشان يطمئن اننا مفتحين عينينا يعني، وكازوزه، يبقى فتح تفتيح العين ده مطلوب عند، يبقى سهل غسل داخل العين بالقطره بالميه بطبق تملاه فيها وهكذا. وشمل البدن داخل انفه او فمه او عينه، يعني اللثه بتاعته بتجيب دم، يبقى لازم يتمضمض، مش كده برضه؟ لان بقت فيه نجاسه، هيقرب القران وهو بيصلي وفمه فيه نجاسه؟ يعني يرضيك الكلام ده يعني؟ فهمت ازاي؟ بقى يتمضمض. مستمرة 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 يعفى إذا ضاق الأمر التاسع. سهلة، مريض بقى خلاص. احنا بنتكلم واحد ايه، يا دوب بتجيب كده بسيط، لو اتمضمض مرتين بميه ساقعه بطلت، او بميه فيها شبت بطلت، يبقى خلاص يعمل كده. فيجب غسله من النجس بخلافه من الحدث لغلظ امر النجاسه. بخلاف الحدث انت لا يجب عليك غسل داخل عينك من الحدث، يعني وانت بتتوضى بقول لك اغسل جوه عينيك وانت بتتوضى، يبقى الحدث مش محتاج، لكن النجاسه لانها حكمها اشد اقول لك يجب غسل داخل العين من النجاسه التي بداخل. ونقف على قول، وسيذكر المصنف هذا الاخير اللي هو طهاره المكان، وسيذكر الاول ايضا الذي هو طهاره الثوب، وسكت عنه الشارح لانه لا يفيد الا طهاره ساتر العوره فقط، وهذا لا يدفع الاعتراض المتقدم. ونقف على الشرط الثاني اللي هو ستر العوره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون أو فعل ذكري الغافلون. وجزاكم الله خير.